انت تعرف ان الحرم المكي والحرم النبوي حصل فيه بعض التعديلات سنة 1953؟ التعديلات دي نقلت الحرمين لحتة تانية، وده كان بفضل واحد من كبار المهندسين المعماريين المصريين. بس مين المهندس ده؟ وايه التعديلات اللي عملها في الحرمين؟ والتعديلات دي اتكلفت قد ايه؟ وليه رفض ياخد ملايين من السعودية؟ كل ده واكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده. انا اير وليلي، كمل معايا الفيديو للاخر عشان تعرف كل التفاصيل. خلاص كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دلوقتي مئات الآلاف من المسلمين في السعودية لأداء مناسك الحج، لكن انت تعرف ان اي حج او معتمر وقت زيارته لبيت الله الحرام لازم يدعي للمهندس محمد كمال اسماعيل ويذكره بكل خير؟ بس مين محمد كمال اسماعيل؟ بحسب جريدة الأهرام، محمد كمال اسماعيل واحد من اكبر المهندسين المعماريين اللي اعماله موجودة لحد دلوقتي، زي مسجد المرسي ابو العباس ودار القضاء العالي ومجمع التحرير وكتير من الأعمال التانية اللي قدر إنه ينفذها بعد ما بدأ ما يتولى مسؤولية قسم العمارة والتصميمات التابع لمصلحة المباني في وزارة الأشغال. لكن يعتبر أهم عمل للمهندس محمد كمال هو شغله في الحرم المكي والنبوي، وده بعد ما أدرك الملك فهد بن عبد العزيز اللي كان ملك السعودية في الوقت ده قيمة المعماري المصري الموهوب، وعلشان كده استدعاه سنة 1953 وكلفه بإعداد تصميمات خاصة بخصوص توسيعات الحرم النبوي والإشراف على عمليات تنفيذه. ودي كانت أكبر عملية توسعات للحرم من قرون، ده كمان بعد 5 سنين كلفه بعملية تانية وهي توسعات الحرم المكي الشريف على مساحة 20,000 متر مربع، بيتقسموا على دورين وجزء من طابق الخدمات الموجود تحت الأرض. وبعد كده كلفوا بمشروع توسعات البقيع، أشهر مدافن العالم الإسلامي الموجود فيه عدد كبير من الصحابة. وبسبب المشاريع اللي نفذها في السعودية حصل على جائزة التفوق في العمارة من منظمة المؤتمر الإسلامي واللي سلمها له الملك فهد شخصياً. وعلشان كده كل حاجة ومعتمر وزير للحرمين الشريفين بيذكروا بكل خير وامتنان، وده بسبب التوسعات الكبيرة اللي عملها في الحرمين. بس يا ترى حجم التوسعات دي كانت قد إيه؟ الحرم النبوي زادت مساحته بمعدل 7 أضعاف من 14,000 متر ل 104,000 متر مربع، أما الحرم المكي فزادت مساحته من 265,000 متر ل 315,000 متر مربع. أما بالنسبة لمنطقة الخدمات اللي تحت الأرض في الحرم المكي فهي دلوقتي بقت جراج وبتسيع 5,000 عربية. ده كمان المهندس محمد كمال إسماعيل كان أول اللي غطى الحرمين بالرخام الأبيض، وده علشان ما يتأثرش بحرارة الجو هناك، وكل ده كان تحت إشرافه من أول التوسعات مروراً بالمظلات والتكييفات اللي سهلت مناسك الحج على ملايين المسلمين. وبحسب المهندس محمد كمال العمود الواحد اللي بيشيل مظلة الحرم عبارة عن عمود مفرغ من جوه ومن بره متغطي بالرخام، لما المظلة الواحدة بتتفتح بشكل أوتوماتيك بتغطي مساحة 24 متر ودي مساحة كبيرة جداً. أما بالنسبة لتكلفة كل التوسعات دي فهي تكلفت 18 مليار دولار. نسيت أقولك إن المهندس رفض إنه ياخد الملايين اللي تعرضت عليه مقابل توسعات الحرمين، وقال لو خدت فلوس على الحرمين إزاي هواجه ربي؟ ده كان قبل وفاته سنة 2008 وده عن عمر ناهز 99 سنة. دلوقتي بقى قولولي، سمعتوا عن المهندس محمد كمال إسماعيل قبل كده ولا لأ؟